تعرف لعبة دولة ومصمم؟ هذه لعبة اخترعناها عشان نجلس نتكلم مع عبد الله الخريف عن الوجه السعودي للموضة. اللبناني سهرة، وطابع اللي صعب حاضر فيه. المصمم الفرنسي شيك، على طول يجيني شيء راقي بسيط، ولكن التفاصيل مهمة، لونه أسود تقريبا. المصمم الياباني ما يهتم أن الجسم يكون شكله نحيف أو طويل. المصمم الياباني دائما أشكال غريبة، اللي يسمونه أفانت جارد مثلا. يبدو لي أن المصمم الياباني يكون أوبجكت تقريبا أكثر مما هو لبس، كسر جميع القواعد. لما أقول الوجه السعودي للموضة أنا ما أقصد شخص، أنا أقصد ملامح المصممين السعوديين كافة. يعني خلينا نكمل نفس اللعبة، لو قلت لك تصميم سعودي إيش رح يجي في بالك؟ المصمم السعودي يعني زي ما قلت لك الاستلهام من الثقافة حقتنا دائما يكون موجود، وحاليا قاعد أشوف نوع من المرح، مو بجدي بزيادة، بس المرح هذا يعني خط رفيع. لكن دائما في نوع من المتعة. يعني أنا أحس المصمم السعودي حاليا مبسوط، قاعد يعيش مرحلة جميلة، فدائما يكون فيها نوع فكرة جديدة. وهذا بالضبط اللي أعلنت عنه هيئة الأزياء في تقريرها لعام 2023. الخريف يقول إنه في 4 عناصر رئيسية في التصميم السعودي اليوم: الراحة، التنوع، العنصر الثقافي، والطابع العصري. وبكذا اتشكلت الملامح الخاصة بالمصممين. نشوف اليوم صحف ومجلات عالمية ومحلية تتكلم عن الموضة السعودية، لكن هل بذلت الجهود الكافية ولا لسه باقي شوية؟ أنا أعتقد أن الصحافة المحلية قاعدة تغطي الموضة في السعودية تغطية إخبارية وليست تغطية تخصصية. يعني لو قارنا مثلا بالصحافة الرياضية، الصحافة الرياضية كاملة ومتخصصة، ولكن أعتقد أن الصحافة المحلية في دور أكبر ممكن تلعبه. أعتقد أن لازم الصحافة المحلية تصير عنصر أساسي، يعني في النهاية هو الصناعة المحلية. لأن إذا صحافتك ما غطت لك، أنت في النهاية عندك أهداف لازم توصلها، وصحافتك هي لازم توصل لك أهدافك. أنت ما أنت عارف عن الصحافة الأجنبية مثلا، ممكن ما تنشر الخبر، يصير عندهم شيء أهم ولا ينشر. لا، صحافتك هي أهم. وبعد كل هذا وين رايح الوجه السعودي للموضة؟ خليني أقول لك إن التصميم السعودي اليوم فتح صفحة جديدة في كتاب الأزياء.